دكتور ميشيل دويهي، أهلا وسهلا فيك بحلقة جديدة من بيروت توكس حكي بيروت. حضرتك أستاذ محاضر بالجامعة الأمريكية بالعلوم السياسية ومرشح دائرة شمال 3 بصغرتها تحديدا مع حزب أسس على لائحة شمالونا. هلا عبينا نعرف شوي أكتر كيف ننتقل من السياسة بالنظر وبالتعليم للسياسة بالفعل على الأرض، وكيف عملتوا كيف وصلتوا لهذا الإنجاز. بس يعني تنذكر أن لائحة شمالونا هي أول لائحة تم تسجيلها، يعني تخطيتوا مرحلة المفاوضات الموجودة بالدائرة بين قوى المجتمع المدني والتغيير. كيف ننتقل من السياسة النظرية للسياسة الفعلية؟ حلو السؤال. أول شيء شكرا مروان على الدعوة، أنا كتير مبسوط أنا هون. طبعاً الانتقال من واحد يكون أستاذ جامعي وباحث ليصير مرشح منه بسهولة يلي واحد ممكن يتصوره، وهذا شيء لعدة أسباب. أول إنه واحد يكون مرشح عنده أدواته وعنده آلياته إذا جاز التعبير، وعنده حتى أدبياته. فالانتقال الناس بتفكروا ممكن يكون سلس، إذا خصوصا إذا حدا بيعلم علوم إنسانية أو سياسية أو أنتروبولوجيا، فبالتالي بيعتبروا لأنه الانتخابات النيابية على هالأساس فبالتالي الانتقال سلس. هو إن فات أكتر مش بهالسهولة. فهذا شيء بعترف إنه تمرنت عليه. أوكي. تمرنت عليه وبعترف إنه اشتغلت أحال بالموضوع ليصير انتقال بطريقة سلسة وأسهل من ما كنت أنا مفكر. هلا مروان، بالنسبة لحركة أسس وبالنسبة لشمالنا، في سردية، في خبرية بتتخبر، ما بحب خبرها دائما، يلي هي العلاقة الشائكة بين التاريخ السياسي للأقدي الأربعة بشري صغرت البترون والكورة من وقت الانتداب الفرنسي لليوم. كانت علاقة مرتبطة بالسياسة بفكرة أنه من هو القوي في هذا القضاء هو اللي بيحتم علاقة الناس ببعضها بالأقدي ببعضها. فبالتالي إذا زعماء مثلا البترون أو بشري أو صغرت كانوا متفقين، فبالتالي بينزلوها على الناس، بتتفق الناس، وإذا صاروا فاتوا بخصومة بينزلوا مع الخصومة على الناس. بهالمعنى إجت شمالنا لتقول هول إذا بدك البريير يلي رسمت وانشغل عليها طبعا على سنين بين هالأقدي الأربعة، شمالنا نطت فوقها، ونطت فوقها لعدة أسباب. أول شيء في شباب وصبايا بهالأقدي الأربعة مرتبطين بالسياسة بثورة 17 شرين واللي صار، وبفكرة اللامركزية تبع ثورة 17 شرين. شفنا التحركات خصوصا بالشمال شو صار، فبالتالي قرروا بلحظة ما شباب الصبايا انه لابد الخروج من هذه المستنقعات اذا بدك الطائفية المناطقية اللي انحطت، والذهاب نحو مشروع سياسي بيربط هالدوائر الأربعة ببعضها. وبهالمعنى تقسيمات القانون الانتخابي مروان ساعد هذه الدائرة اسمها شمال 3، فبالتالي لو مثلا صغرتك كانت مع طرابلس او العقارب دائرة انتخابية وحدة مثلا، كنا بنعمل ذات الشيء مع طرابلس ولا ما هنالك. شيء منيح انه قدرنا كسرنا الحواجز، شيء منيح انه قدرنا كسرنا الخوف، انه شباب وصبايا بالأقدي الأربعة قادرين يشتغلوا سوا، وقادرين نسقوا سوا، وقادرين ينجوا ورقة سياسية سوا، وقادرين كمان يشتغلوا سياسي بطريقة محترفة، بمعنى تنظيم آليات، تنظيم الانتخابات التمهيدية البرايميرز اللي رح نحكي عنها بعد شوي مروان أنا أكيد، وبالتالي إنتاج صورة جديدة عن العمل السياسي قد تكون الوحيدة بلبنان تجربة شمالنا. تجربة شمالنا جاي من مكان كمان إنه في بكل هالأقدي الأربعة كان في مجموعات ومنهم حركة أسس بصغرتها يلي هي مبلشة إذا بدك عملياً بفترة الانتخابات 2016. أوكي. لما خضنا وحاكين فيه أنا وياك كذا مرة، لما خضنا نحن معركة ضد القوى الأمر الواقع بمدينة صغرتا، وقدرنا جبنا وقتها 25% تقريباً من الأصوات. هذه التراكمات وصلت إنه في حركة أسس اليوم. بثورة 17 20 كان في شيء اسمه حركة صغرتا الزاوية تنطفئ. من هون قررنا نحن نأسسها أكثر، نعملها مجموعة سياسية محترفة، وعملنا حركة أسس. فهيدي إذا بدك السيكونسز تبع هالتجارب كلها سوا أدت إنه في أسس، في ثورة 17 20، وفي شمالنا وخبرية الأقدي الأربعة بين بعضهم، والشباب والصبايا اللي حبوا يطوروا لقدام، والوضوح بالسياسة. يعني من الأول أنتوا كان يعني على موضوع نرجع بنحكي عن التحالفات مع الإقطاع أو الأحزاب اللي كانت التقليدية، كنتوا كتير واضحين من الأول، يعني عم نشوف بغير دوائر ما فيها الوضوح. يعني هذا الوضوح بالسياسة ساعد برأيك أنكم تقدروا تعملوا هالإنجاز؟ كونوا من الأول كنتوا كتير واضحين أنه مثلا ما في تحالفات مع ناس كانوا نازلين بلوائح السلطة بال 2018. يعني نحن من الأول قلنا إنه هذه تجربة
جديدة بأقضي العمل السياسي فيها صعب. أنا هيك نعرف الشيء. نحن مش ببيروت. نحن حتى مش بجبل لبنان. نحن بأقضي امتاز تاريخيا ب يعني الدور الكبير لما يسمى العائلات السياسية والبيوت السياسية والأحزاب يلي دخلت على المنطقة بالأربعينات والخمسينات لحتى بعد الحرب اللبنانية. فبالتالي نحن من الأول كنا عايلين واخدين قرار ما بدنا نفوت بالشخصي مع حدا. بس بالسياسي بدك تحسم وقتنا وتقول هيدي تجربة جديدة رائدة لابد من حمايتها. والحماية هذه التجارب بدها وضوح. بلا ما نتعرض لحد قلنا بالوضوح بمعنى نحن نهج سياسي جديد طريقة عمل سياسي جديدة وهذا اللي برهناه بالفعل مش بس بالقول مروان بمعنى عملنا برايمريز اللي هي تجربة سياسية رائدة جديدة بالبلد خلينا الناس ينقوا مين بدهم يكونوا مرشحينهم رجعنا استعادة الناس فكرة انه شو يعني شغلهم بالشأن العام شو يعني هو مسؤوليته كمواطن قلنا الناس تعوا نقوا مين بدكم انتو يكون مرشحين شمالنا وهذا الشيء يلي كل الأحزاب السياسية بالبلد وحتى العائلات السياسية ما بتمارسه نحن نعرف كيف بيصير في تنقية مرشحي أحزاب السلطة بيجي إذا فكرة رئيس اللائحة طبعاً فكرة رئيس اللائحة وإلى ما هنالك وبيجي رئيس الحزب هو بيقول أوكي هو المرشحي الحزب بهذه الدائرة وذاك الدائرة وبينزلوا مثل ما هو والمناصرين بيروحوا بصوته نحن جينا من محل تاني معاكس تماماً إن لا ناس انتوا استعيدوا السياسه وانتوا شاركوا بالعمليه السياسيه وانتوا مش بس شاركوا بصنع السياسات مروان انتوا شاركوا مين بدكم يكونوا مرشحين مشان هيك شمالنا كانت ورده بهالمعنى بهالغابه بمعنى انه اعطت امل للناس انه اذا لهالاقضي الاربعه يلي تاريخهم شائك تخططون شمالنا وتخطط كيف نشتغل بالسياسه بهالمناطق الاربعه انه كنا متوقعين اكثر يكون هالشيء يعطي باس اذا جاز التعبير بالسياسه لباقي المناطق لحديت هاللحظه عم نعمل فيها الحلقه انا وياك هلا واضح انه ببعض المناطق والدوائر الاشياء مش كثير رايحه بالاتجاه الصحيح اذا جاز التعبير للاسف شو بينقص فكره المعايير فكره الوضوح السياسي هلا بنعرف كمان انت عندك تجربه يعني تاسيس لائحه ببيروت كلنا بيروت بال2018 يعني عايش بتعرف هالجو شو اللي فرق عندكم بالشمال يمكن بالنسبه لغير دوايه يمكن لانه كان جايين من محل نحن اول شيء صار فيه اهل هالمنطقه مناطق مروان في منهم كتير عايشين براتها اوكي رجعوا عليها رجعوا عليها بالمعنى العاطفي وبالمعنى الجغرافي وبالمعنى السياسي ورجعوا عليها ومنفتحين على كل الافكار على كل الخيارات ومنها موضوع انتخابات التمهيدية انه ما في شيء اسمه مرشح طبيعي الفرق اللي صار ومن هون فكرة التمهيدية الفرق اللي صار انه بباقي المناطق وبالتحديدا ببيروت في تجارب من 2016 وانت بتعرف كنت جزء منها بيروت مدينتي بعدين عملناها سوا بكلنا بيروت انه مش بس بكلنا بيروت بمشهد السياسي البوليتيكال لاندسكيب تبع بيروت الاولى والثانية في ناس معتبرة حالها انه هي بمكان تقرر كيف بتكون التحالفات وببين بنقبل ببين ما بنقبل هذا شيء شمالنا ما عملته اجت من اول قالت مين بده يشارك بالبروسس قربوا شاركوا بالبروسس السياسي تأليف اللوائح بكل الدوائر عم نحكي عن بيروت هلا بس اعتمد اذا بدك اليات ومعايير بتعمل مشاكل مين بيحط المعايير خي في البرايميريز بحد ذاتها معيار بمعنى الناس بتتسجل تصوت وهي بتصوت وخلصت تبع يلي بيربح بيروح على اللائحه يلي بيخسر بيقعد بيشتغل شغله ثانيه بالكامبين كان في منافسه بالبرايميريز على المقاعد يعني اليوم في ميشيل دويهي شادن ضعيف وجستيل سمعان نازلين على ثلاث المقاعد المارونيه بصغرتها كان في غير مرشحين وما طلع ما حلفهم الحظ وتقبلوا طبعا كان في مرشحين دكتور بول طبر وفادي جلوين وتقبلوا يعني النتائج بكل رحابة صدر واكثر من هيك ابدوا استعدادهم ان يكونوا جزء من الحمله فبهالمعنى ايه يعني فرجت نموذج كبير بهالمعنى ومهم عشان لبعدين حتى اهميه الشغله مروان انه بالقلب الاحزاب والاحزاب اللي موجوده بهالمنطقه صار في حديث جدي بين المناصرين والقياده انه شمالنا عم تسال الناس مين بدكم انتوا عم تقولوا لنا انه بدنا هالمرشح او هالمرشحة في فرق بطريقه التعاطي فبالتالي نحن فتحنا افق شايفوا الفرق العنيف شايفوا الفرق ايه ونسال السؤال هلا قديش هذه الموجه بتكبر للانتخابات البلديه بدها تصير مثلا السنه الجايه او النيابيه بعدها هذا بدنا نشوفه بوقتها بس نهج جديد يعني طبعا نهج جديد مع السياسه خلوا الناس خلوا المناصرين بالاحزاب هن ينقوا مين بدهم نوابهم ما هن رح ينقوا ناس نواب من قلب الاحزاب بس مش القياده بتقرر
على مزاجه وهذا معمم بكل الأحزاب مروان مين رح يكون نائب أو مين رح يكون نائب خلي الناس تقرر هيدا بهالمعنى شمالنا عملت نقلة نوعية بالسياسة ما قدرت باقي المجموعات عم نحكي بالجو المعارضة والثورة تلقطها لصعوبة وتقنية إذا بدك انتخابات التمهيدية نحن أخذت معنا أشهر تحضير لوجستيكيا أونلاين فوتينج سير بلاس إلى ما هنالك تسجيل الناس تدقيق بالهويات لما يصير فيه هجوم جيش إلكتروني لأحزاب السلطة ينقوا مرشح على حساب مرشح تاني وإلى ما هنالك فصار في شغل هائل بالمعنى يمكن باقي المناطق حسوها كبيرة هيدا تأسيس للمكنة الانتخابية يعني طبعًا. أكيد أنه هالديتا صارت يعني تماما عندها قيمة عندكم يعني تماما يعني 3800 شخص 3800 شخص بالدائرة كلها بالأربع دوائر سجلوا لينتخبوا بالبرايمريز انتخب منهم شيء 80% تقريبا فرقم كبير أهميته أنه الناس حست أنه هني جزء من المشروع أول مرة في هيك بتحسوا أنه بتقول بالإنجليزي they own the product هيدا مشروع شمالنا قايم مع هالفكرة استعادة السياسة وإعادتها للناس هون لازم تكون هذا اللي حاولنا نعمله ما كان البرايمريز تفصيل صغير كان صعب تقنيا بس قدرنا أنجزناه وطلعنا مشان هيك قدرنا سجلنا أول ناس مشان هيك ما في خبار عم يصير في شانتاجات وبارجن على المقاعد مروان خلصنا من الموضوع ربحوا البرايمريز شكلوا لائحة لائحة كاملة مكتملة كاملة متكاملة بالكورة كان في محل لأنه ما كان في عدد كيفي من المرشحين نعمل لقاءات وتنقى سيدي كمان اكتملت اللائحة فدوى كلاب فصارت اللائحة مكتملة من 10 وتسجلت هذيك الجمعة مع العلم طبعا انه هيدي الفكرة انه ارساء نهج جديد يمكن يصطدم شوي مع واقع بده يبين معنا يعني في خصوصيات بداية صغيرتها وكيف عم تعملوا تتقدروا يعني تجسوا نبض العالم شو بده يعني بما انه هذا هي التكتيك اللي معتمدينه انه ترجعوا للشعب تهني قرروا تهني يعطوا ارائهم كيف عم تعملوا ترجعوا للناس على الارض وتشوفوا شوي شو التوجهات يعني شو نحن حاجات نحن عم نحاول نقول التالي مروان انه الحياه السياسيه عموما وتنوعاتها ما بتحمل او تختزل بفكرتين او جبهتين نتذكر ايام 14 8 هل اثنين بلوك اختزلوا السياسه ما بقى قدر حدا يحط فكرة على الطاولة من خارج أو 8 أو 14 أوكي. وهذا شيء دمر السياسة إلى جانب أنه 8 و 14 طبعا بحكومات ما يسمى الوحدة الوطنية سكلوا سوا وأدوا مسؤولين كلهم مع بعضهم على الوضع اللي نحن فيه اليوم طيب. بقضاء صغرتها فيها الثنائية اللي هي تيار المردة وحركة الاستقلال نحن جاي نقول بأسس في خيار آخر وخيار آخر مش بس مرتبط بثورة 17-20 وغضب الناس وأنه البلد انهار ومؤسسات الدولة انفرطت ومالية العامل تبع الدولة انهارت وعم نشوف نحن شو عم نعيش حاليا عم نقول في خيار مقنع آخر نحن بأسس عم نقول لقضاء صغرتها أنه بيحمل هالقضاء يكون في خيارات متعددة لازم يكون في 4 و5 و6 مش بس 3 نحن اليوم 3 طبعا في حزب القوات اللبنانية طارح حاله طبعا بس عم نحكي كجو عام وقوي بالمنطقة مين بتحكم فيها تاريخيا سو انتو الخيار الثالث نحن اذا بنحسب القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر نحن الخيار يعني هونيك في مرض او تيار وطني حر القوات اللبنانيه وحركه الاستقلال نحن الخيار الاخر عن كل هول أوكي. واضحه بالسياسه واضحه ورقتنا بالاقتصاد واضح شو عم نفكر بالاجتماع واضح شو عم نفكر وبطريقه اشراك الناس بالسياسه يلي هذه المنطقه ما عرفته مؤخرا اوكي عم نحاول نقول نحن في طريقه شغل جديده في نهج جديد ورقه سياسيه واضحه ونحن مفتوحين لكل الناس تنضم لاسس وبهالمعنى لائتلاف شمالنا هيدا الشيء جديد اللي عم نحاول نعمله وعم نكون كثير اذا جاز التعبير اونت مع الناس وعم نكون كثير شفافين مع الناس تمويلنا ذاتي عم نبرم على القهاوي عم نبرم بالساحات عم نحاول نزور كل بلدات قضاء صغرتها ومدينة صغرتها بطبيعة الحال عم نكون نحن من الناس يعني الناخبين بهالقضاء بيعرفونا إن كان ما بيعرفونا بالشخصي بس بيعرفوا نحن مين وولاد مين ومنشبه بعضنا نحن مش ورتنين سياسي نحن اشتغلنا على حالنا انت بتعرف مروان لنكون مطرح ما نكون كلنا سوا نحن من جيل طلع من الحرب اللبنانية ما هو أسئلة كبيرة وما في أجوبة عليها وبعدين ما فيش في كتير مزبوط مش كل الأجوبة موجودة على كل الأسئلة صحيح فنحن حاليا نقول إنه خايف في أجوبة نشتغل عليها سوا ما معنا عصا سحرية بس معنا
الويلنس معنى إرادة إنتاج الحل، إرادة إعادة التفكير بالسياسة، إرادة كيف نشتغل سوا لنحسن هذا البلد. ومش هناك عم بخوض انتخابات النيابية رغم كل بعض الأصوات اللي عم تطلع هون وهون إنه ليش ما صار في مقاطعة وإنما هنالك، أكيد لح نحكي فيها بعد شوي كمان. فهذا اشتباك سياسي هائل بهالمعنى الانتخابات النيابية، وهذه الطريقة الوحيدة اللي عنا إياها لنقول للشعب اللبناني هنالك خيار آخر بكل الدوائر فيكم تنتخبوا إذا بدكم تحاسبوا الطبقة السياسية على الوضع اللي نحن وصلنا فيه. نحن نزلنا رحنا على صغرتها actually وصورنا حكينا مع العالم وطلعنا على الفيديو اللي حنحضره هيك بيمثل شوي نبض العالم كيف عم بتفكر عن موضوع الحاجة شو هي أولويات الدائرة وكيف العالم يعني بتنظر للاستحقاق. فإذا حنحضره سوا الفيديو نرجع ناخد تعليقك. كل لبنان بحاجة، كل لبنان بحاجة من البنية التحتية للإنسان. أكيد أكيد عنا حاجات ملحة، عنا كتير، عنا من كل شيء حاجات من كل شيء. يعني في فقر ما يتطلعوا هيك على المظهر من برا، في فقر، في عازي، في ناس كتير معتازة يعني بكل الأصعدة، الناس عايزة كمان. كل تنصرنا بحاجة لللبس للأكل لكل شيء. الله يشيلن كل، إن شاء الله ما حدا بيربح. من هون ما في قانون بيمشي، وللأسف إنه نحنا ببلد ما فيه دولة، معطلين الدولة، لذلك بصير بدنا نطلب من النايب. أنا ما بطلب منه، بطلب منه يقعد على جنب تخلي الدولة تشتغل. لك كل شيء نحنا بحاجة لك، المنطقة بحاجة لكل شيء، من الزبالة للعلم لكل شيء فارط عنا. ولا هيك هاي يعني العالم عم بتفكر، هيك عم بتفكر بصغيرتها، عم بتفكر انه عايزين كل شيء. سمعتهم اللبس، اكل، بنى تحتيه، ونظره لدور النايب كمان كثير مهم. في وعي طبعا سياسي عند العالم يعني مناطرين الاستحقاق تماما. في شغلتين بحب اقولهم مروان عن هذا الشيء. اول شيء في صوره عن دور النايب رسمت من وقت اول انتخابات من أيام الانتداب الفرنسي بـ22 بعدين بـ25 إنه النائب هو انترميديار، وسيط بين الناس أو مجموعة بيمثلها وبين الدولة اللبنانية. ومش بس النائب اللي هو بيشرع وبيرأي وبيحكي بالسياسة. فاللي قالوا أحد الضيوف هون إنه نحنا عايزين، وهن والزغرتوية مثل كل اللبنانية عايزين وعايزين كتير، أوكي؟ وهذه حقيقة كل الناس تعرف. أكيد. ريفلكس تبع السيد قال إنه بنروح نسأل النايب، لأنه في فكرة، وهذه فكرة بكل البلد مش بس بقضاء صغرتها، أنه النايب هو اللي بيساعد الناس. ونحن بنعرف أنا وياك أنه النايب شغلته بمكان آخر تماما. طيب. فكرة الذهاب نحو النائب ومش نحو الدولة هي تماما كمان لحركة أسس وشمالنا عم يشتغلوا بالسياسة وزي انتخابات. فكرة استعادة الدولة ودورة، الدولة شغلتها تأمن الوظائف، الدولة شغلتها تأمن اللبس والأكل، الدولة شغلتها تأمن موضوع كيف نعمل بالنفايات، وإلى ما هنالك من مشاكل هائلة بنى تحتية من التلوث لموضوع الطاقة الشمسية والمعامل وإلى ما هنالك. في غياب ثقافي عند كل اللبنانيين مش بس بأهل قضاء صغرتها أنه عن دور الدولة، لأنه تعودوا النواب أنه النواب أو ممثلين على المناطق هو اللينك، هو الحبل اللي بيربط هالناس بالدولة اللبنانية ومش العكس. فبالتالي أكيد وجع أهل صغرتها وجعنا كلنا، ومشان هيك عم نشتغل سياسي بقضاء صغرتها. ومشان هيك اول ما بلشنا السياسي بقضاء صغرتها في كتير يسألونا شو عم تعملوا، هذا قضاء صعب رغم صعوبته. نحن قايلين وحاسين ومنعرف انه في كتير تعاطف معنا، وفي كتير موضوع عم نقنع كتير ناس، عم نتعاطى بطريقه كتير واضحه مثل ما قلت قبل وكتير شفافه. عم نقول للناس هنالك حلول، بس بدكم تتحملوا مسؤوليه معنا اللي ننتج الحلول سوا، وبتبلش بالانتخابات. بدنا نوصل الناس على البرلمان من قضاء صغرتها بيؤمنوا بالدولة اللبنانية، بيؤمنوا بسيادة الدولة اللبنانية، وبيؤمنوا بمؤسسات الدولة اللبنانية، إنه إذا بنبني دولة كل مواطن ببطل يقدر يوقف عباب زعيم أو عباب نايب أو عباب أحد وجهاء هذه البلدة أو هذه الضيعة. هيدي الفكرة اللي عم نحاول نطورها، وهذه فكرة صعبة مروان، صعبة لأنه نحن بانهيار والناس بحاجة تاكل. عنده أولويات ملحة. طبعا في أولويات مثل ما بيقولوا بدنا نحط خبز على الطاولة. كلنا عم نركض ركض، عنا أولاد وعنا مسؤوليات. فبالتالي بتجي السياسة يمكن بمرحلة تانية، لأنه في الأولويات المعيشية. وبرضو نحن عم نقول عم نشغل السياسة صح
بأصعب ظرف ممكن لنقول للناس ما في حلول سريعة، بس في حلول إذا منتخب صح، نفوت ناس على البرلمان اللبناني منبلش بداية الحل. ما راح يكون في حلول 30 سنة طبقة سياسية متكافلة متضامنة، ناس متورطة مباشرة، ناس ساكتة عن هذا التورط لأنه بدها حصص بالسلطة وبالدولة، فبالتالي مسؤولين على اللي نحن حصلنا فيه. الخروج من هال 30 سنة الأزمة والانهيار الاقتصادي الكبير اللي بلبنان بده وقت، بس فينا نبلش. لازم يكون عند الناس أمل إنه بدنا نبلش من محل. إذا ما عملنا شيء منكون في مكان ما تخلينا كلنا عن مسؤوليتنا. نحن جايين نقول عندنا مسؤولية، بس المسؤول الأول والوحيد والأكبر مسؤول هو الشعب اللبناني اللي لازم ينتخب المعارضة ولوائح الثورة التغييرية. أكثر من هيك نحن رحنا وعملنا وأسسنا وعم ننزل لنسمع الناس، وهذا أحلى شيء عم يصير بالعالم. وهذه العلاقة اللي سألتني إياه أول شيء مروان، النقلة من واحد يكون أستاذ جامعي وباحث لينزل على الأرض ويسمع الناس، اللي هو أنا بعمله أساساً بشغلي كباحث، وأنت بتعرف كفيلد ورك ترافايد وتيران، بس هذا في بعد شغف أكثر لمحاولة إنتاج حلول في هدف مساعدنا، وفي هدف بالسياسي طبعاً إنه نحن شو بدنا ولوين بدنا نوصل. مش متكلين بس على عواطف الناس إنه بدنا نحاسب او بدنا ننتقم. نحن نقول اوكي، انت بنعرف الانتخابات الغربيه في فوت بروتستاتير، يعني مش انه حبا بفلان بس انه ضد علتين. نحن عم نقول بدنا نروح ابعد من هيك، بدنا نقنعكم انه ورقتنا هي جزء من الحل، مش متكلين بس على غضب الناس، متكلين على عقول الناس انه نحن ما بنحكي بالغرائز، ما بنحكي بالمذهبيه، بنحكي انه بدنا نقنع العقول انه نحن عنا ورقه سياسيه واقتصاديه قادره تبني دوله وتبلش بالحل. تبليش تحل هذه الانتخابات، مدخل للحل مروان، ما نحكون عندك ما لنا غاية، لا ما لنا غاية، عندنا مدخل لبناء حل بهالبلد. هلا طبعا ذكرت الموضوع، هي فكرة المقاعد المارونية بصغرتها يعني وشو بتمثل والإقطاع السياسي والتوريث السياسي. هلا عم بيصير في كتير حكي عن موضوع الإقطاع، شو هو إقطاع، شو هو توريث سياسي، بس إنه شو ما كان التفسير موجود بصغرتها بين بيت فرنجية، بين العيال الكبيرة، يعني كمان حتى في موضوع حكينا طبعا بيت معوض، في موجود القوات كمان، يعني فيها العلاقة طبعا. كمان انت يعني جاي من عائلة يعني موجودة وعريقة بالمنطقة، كيف يعني في تشالنج، يعني بدك تكسروا هالعلاقة مع العيال العريقة الموجودة اللي إلها بتنتج نواب سنين وسنين يعني. ايه يعني هي ايه يعني هيدي انت مثلا كونك من بيت الدويهي عم بيساعدك ولا عم بيدور لك هالشي؟ ليك لا عم يساعدني ولا عم يضرني. اوكي. طبعا انا بنتمي لعائله عمرها 600 700 سنه اقله بالتاريخ السياسي بهيدي الديره كلها سوا. بس انه بزيت الوقت العائلات السياسيه كلها مروان هذه المنطقه الوحيده صغرتها وتنورين وشوي بشري، بعد في شيء اسمه عائلات سياسيه. مكان وحيد اللي بعد في تشكلات تطغى عليها القرابة، يعني قربة الدم نحمل زيت العيلة في بالعشائر ببعلبك الهرمان، ما بقى فيه خلص. في شيء اسمه بيوت سياسية، وهذا بحب أوضحها معك هون بالحلقة. البيوت سياسية في فرع عن عائلة سياسية، مثلا الدوية عائلة سياسية، بيت معوض عائلة سياسية، فرنجية عائلة سياسية، بيت حارب عائلة سياسية، بس مثلا بتعقلوا بتدور بتكون بيوت سياسية. اوكي، برات 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 هذه الدائره مثلا بيت جملات مش عائله سياسي، بيت سياسي. العائله السياسيه هي لما بيكون في عدد كبير من هذه العائله بيحملوا هذا الاسم. اوكي، في البيوت السياسي بيت سلام ببيروت عائله سياسيه، بيت سكيف عائله سياسيه، سوري بيت سكيف عفوا بيت سياسي، بيت جملات بيت سياسي، بس بيمثلوا شو السياسي، في زعامه. العائلة السياسية هن عائلة بيحملوا اسم هذه العائلة وكتار، وهون هذه نيوانس مهمة لازم نعرفها لما نخلط بين اثنين أقلها ولما نستعملهم بالأنتروبولوجيا بالسياسية. هيدا الشيء امتازت في صغرتها. صغرتها بأول انتخابات بالانتداب الفرنسي بال22 وبال25 كان في نواب من خارج منطقة صغرتها، من بيت صفين ومن بيت طرباي، من قضاء صغرتها. بال29 اجتمع كل وجهاء وأعيان صغرتها واستردوا المعاد بالانتخابات، ورجع المعاد على صغرتها بال29 مع النائب أبلان فرنجية كان اسمه، يلي هو والد رئيس جمهورية السابق إسلامية فرنجية،
ومن وقتها صار في تشكلات عائلات بلش بتدويه يكبر وبتمعود يكبر بمعنى تشكلوا سياسيا اكثر لحد ما صار في عدد مقاعد اثنين بعدين ثلاثه وصاروا يربحوا العائلات السياسيه من وقتها لهلا. وهذا الشيء له علاقه بالتاريخ السياسي تبع المنطقه كيف اهل المنطقه بيشافوا السياسي. هلا صار في حركات تحرر بالمنطقه بالسبعينات اخر الستينات مع 68 وصار في احزاب كمان دخلت على المنطقه. حزب الكتائب حاول يدخل بالاربعينات على المنطقه، حزب القوم السوري دخل على المنطقه، حزب الشيوعي حاول يدخل على المنطقه. صار في وفي احزاب لوكال، حزب التحرير كمان بقلب المنطقه صغير تويين عملوه. فبالتالي في تجارب سياسيه. الاسس مش اول حركه خارج العائلات السياسيه، مش اول وحده للانصاف والتاريخ. في حركات مبلشه قبلها انطفت بحكم او انه الايديولوجيا يمكن ما ساعدت. الحرب اللبنانيه ما ساعدت، وقبلها كان الحرب اللي حصلت بالعائله السياسيه بصغرتها يلي ما قدروا حملوها ولا حزب، وبالتالي خرجوا منها. فبالتالي اعاده تشكيل الحياه السياسيه بصغرتها بهالمعنى وخصوصا بهالزمن اللي احنا عايشين فيه بيحتمل انه يكون في خيارات اخرى مش مرتبطه بما نسميه العائله السياسيه يلي هو جزء منها. بيجي موضوع التوريث السياسي كحاله انثروبولوجيه الى علاقه بانتقال الزعامه من الاب الى الابن. فنحن عم نقول في ناس مروان وانا بعرفهم اصدقائك كنت لعب معهم فوتبول انا صغير وبعزهم وهن اصدقاء مع هالتشكيل السياسي معودين كثير بحترم هالشيء، مش بس معودين بلاقوا حالهم هنيك وده حقهم. بس نحن جايين نقول انه اوكي مثل ما عندها حقكم، نحن حقنا كمان يكون في خيارات مختلفه عن اللي عرفته صغرتها اخر 70 80 سنه. سو المشروع ما يكون في صدام مع البيئه الحاضنه مثل ما بيقولوا للزعامات ابدا لا صدام ولا اشتباك سياسي. بس بنقول وبكل وضوح بجرأة في خيار سياسي اخر عند الناس يروحوا نهار الانتخابات 15 ايار بدهم ينتخبوا يلاقوا انه في الترناتيف، في خيار سياسي واضح بالسياسة وبالاقتصاد والاجتماع، واضح وين بده يروح، واضح وين بده ينقل الناس بصغرتها وبالشمال ثلاثة وبالبلد على محل تاني. لأنه هلا بنحكي فيها نحن الانتخابات كمان وظيفتها مش بس بداية الحل مروان، كمان وظيفتها في مكان ما تطمين الناس. الناس انت بتعرف نهارت، الناس عندها وجع. نحن جايين نقول لهم نحن موجوعين مثلكم، نحن من الناس، بدنا ننقلكم على مرحلة تانية ترانزيشن بيريود، مرحلة انتقالية، نقعد نفكر بهدوء وبرواق وبنضوج سياسي. الناس ما بدها شعارات، الناس بدها ناس تكون لها ثقة فيها. نحن عم نحاول نكون نحن نقول لهم العالم نحن فيكم تحطوا ثقتكم فينا، تاريخنا نظيف، نحن أوادم مش 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 مرتبطين لا بهذا الجهة ولا بهذه الجهة إن كانت داخلية ولا خارجية، وعنا حنول للأشياء وخبرتنا ومعرفتنا والإكسبرتيز تبعنا قادرة تقول توصل الفكرة على المجلس النيابي أو هذا المشروع القانون على المجلس النيابي ونطحش فيه بطريقة أفضل وأسلس وأشفى وأكثر شفافية. وهيدي الطريقة اللي عم معتمدينها تتناول العالم يعني. تماماً اللي يعني هو الكلام مع العقول، يعني إنه نقول إنه مش بالغرائز، ما بنعرف نشتغل، نحن ضد لغة الغرائز وشد العصبي. بس ما قبيلكم عم يشتغلوا غرائز لأنه ما فيهم يلعبوا طائفية لأنه اللون واحد. بس إنه صحيح، بس بيصير في شد عصب عائلي عشائري طبعًا، يلي هي جزء من عدة الشغل. أكيد الانتخابات نحن بنعرف ببيروت كمان بتنشغل على نطاق تاني، فكل لبنان بيشتغلها. وهيدي اللي أنا جزء من عنوان التاز الدكتوراه تبعي إنه اللي بسميه الفرنساوي appartenance primaire، الانتماءات الأولية. كيف منرد الناس إن نحنا مش أفراد، نحنا جزء من جماعة. وهذا يعني كيف نعرف أي جماعة؟ نحنا عم نقول جماعة نكون عائلة، نكون منطقة، مذهب، طائفة، إلى ما هنالك. نحنا عم نقول نحنا عم نحاول نفكك هالسرديات تبع الجماعة ونقول للناس أنتوا أفراد، أنتوا مواطنين، عندكم حقوق، عندكم واجبات، وتصرفوا كأفراد. وهيدي قوة ثورة 17/20، ومشان هيك كل منظومة الحكم بلبنان مروان تصدت لها، لأنه نزلوا اللبنانيين كأفراد ما نزلوا كمجموعة. مزبوط. ب14 أذار رغم كل حقية برأيي وقتها المشروع السياسي اللي هو إخراج النظام السوري من لبنان، نزلت الناس كمجموعات، نزلوا الناس شوي كأفراد بس نزلوا أكثر. اليهود المسيحيين السنة إلى ما هنالك، والشيعة عمرو 8 أذار إلى ما هنالك، 17 نزلوا اللبنانيين كأفراد إنه عم يقولوا كفى، ما بدنا نكمل معكم، عنا حقوق. وهذا اللي ضيع المنظومة الحكم في لبنان، إنه من وين إجوا هالناس، من وين إجوا هالملايين الأفراد نازلين كل واحد لحاله يقولوا كلهم يعني كلهم ما بدنا نكفي، بدنا انتخابات بذكر انتخابات مبكرة بوقت استقالة الحكومة، إصلاحات، استقلالية القضاء وكذا. ناس طلعت هالريتوريك هالأدبيات
كأفراد. هذا اللي جديد بالمشهد السياسي اللي بدينا عم بحكي كمراقب هلا. يعني ال 17 20 بعد هي البوصلة بالنسبة للعمل التغييري والإصلاحي وال كمرحلة صحيح بوصلة بالمعنى إنه رومانسية هذا المحور هي. وما أكيد. حصل بعده كان بكم يوم الفترة اللي عشناها طبعا نحن قادرين نقلب اللعبة بالبلد، ما قدرنا لأنه استعمل العنف مبرمج أكيد. ضد ثورة 17-20، بس 17-20 هو عنوان للأمل بالبلد، وأنه اللبنانيين بلحظة ما تشكل وعي سياسي. نحن متكلين أنه هذا الوعي السياسي بموضوع الانتخابات ممكن يصب لصالح الثورة ولصالح المجموعات التغييرية، وما يتغلب عليه العودة للانتماءات الأولية. عم نشتغل عليه كل أحزاب السلطة بكل المناطق. أنا عم بسمع مروان خبريات عن باقي المناطق شو عم ينقال لشد العصب، شيء بيرجعنا 1400 سنه لورا يعني. فمش بس هلا نحن بقينا كمان بصغرتها كمان حبينا نعرف شوي هال يعني كمان نبض الشارع بالنسبه لهال مين بيشوفه ك لمين حيصوتوا شو التوجهات. كمان نزلنا وسالنا العالم عن هالاستحقاق بالذات، فإذا بنشوف كمان فيديو ونرجع ناخذ تعليقك بعدين. يلا بكل سرور. يعني في عنا قناعة ببعض الناس اللي بنحبهم، أو يمكن في علاقة صارت شخصية نحن وياهم. نحن بمنطقة قريبين وهيك، ما عاد علاقة إنه عم أبدأ وطني وكذا وهيك، لأن كلهم بيشبهوا بعضهم حتى جديد مثل القديم. طوني التنانة فرنجية لأنه السياسة ما بيمشوا إلا صح، ورحنا معهم رحنا للأبد يعني دمنا معهم. بالنسبة للانتخابات ليكي وجع الناس كله كتير كبير، بس أنا عندي صداقة مع الأستاذ توني فرنجية، ومش لأنه بس من عيلتي، بس لأنه الأستاذ توني فرنجية بيو سليمان فرنجية وقت كان وزير صحة وكل شيء، عمل خدمات لهالضيعة وحماها أمنيا وكل شيء، وظل ماشي معنا بأحلك الظروف. أنا أكيد رح انتخب توني فرنجيه. أنا صرت هالشخص لأنه بعرف البيت صادر، كمان عم بيساعدوا العالم كتير. إيه أكيد رح انتخب. أنا حقي إني أنا ما فوت الفرصة يعني، بس على أساس شو؟ على أساس عندي قناعات جديدة كلياتنا مشان تغيير. إيه أكيد رح ننتخب القوى التغييرية اللي ضد هالمنظومة اللي كانت حاكمة. لا، لأنه صار له 30 سنة بين هي زادة الخبرية وأكثر من 30 سنة وما في شيء رح يغير. صرنا عم نضحك على حالنا إذا نفكر إنه عن جد في شيء رح يغير، مع إنه بدنا نترك الأمل، بس إنه ما في شيء رح يغير. واضحة صارت، تقسموا البلد وخلصت. لأنه ما بيستاهلوا، ما في حدا بيعمل لك شيء. عدنا ببيوتنا وعدنا عملنا كورونا ومدري إيش ودربين الصخر، ولكن أنا قاعدين بدون شغلة عنا، ما حدا بيسأل عنا. ما حدا بيسأل عني. لا، ما رح انتخب السنة، وقررت فل من البلد لما عرفت انه هن زيتهم نزلين على الدولة. سو ما رح يتغير شيء، ومدام ما رح يتغير شيء فما في داعي بقى عندك. سو بيبين بهذا الفيديو يعني واضحة التوجهات، يعني اللي حيضلوا على الطريقة التقليدية لأنه في صداقة، في عائلة، في توجه تقليدي، في الناس اللي خيارهم تغيير، وفي الناس اللي عرفان القصة كلها يعني. ويعني بفتكر المعركة مع هول، مع العالم اللي ما بقى تآمن بالعملية الديمقراطية اللي هي الانتخابات. صح، وهذا الشيء يعني ما كتير مفاجئ اللي سمعته مروان من هالضيعتي، لأنه تقريبا معمم على كتير ناس بدوير، بمعنى أنه في ولاءات بالمعنى الإيجابي للكلمة. الناس بتحب زعامات معينة، يعني بتحب أحزاب طوائف معينة، يعني بتحب زعامات تقليدية معينة، يعني إنه حقه وحقه طبعاً حقه أكيد حقه. وأحد اثنين فسروه إنه عم يساعدوا، عم يساعدونا، جانا على الفكرة الأساسية. أي طبعاً، هلا هوني في طبعاً عم يساعدونا، بيحمونا إلى ما هنالك، اللي هي نحنا عم نحاول نقول هذا شغل دولة، مش شغل الزعامات المحلية أو الأحزاب بكل دوائر البلد، مش بس قطاع صغيرة وشمال ثلاثة. فالملفت إنه في ناس عم حاول افهم هالشيء، مش كمرشح كباحث سياسي، انه في ناس رغم كل اللي صار مصره او تقعد ببيتها ما تنتخب، وسمعنا هالشيء، او تحط ورقه بيضاء. اول شيء لموضوع الورقه البيضاء، كان ودي اخذ الورقه البيضاء، هذا موضوع شائك. الورقه البيضاء كثير خطره، لانه حسب هذا القانون تحتسب مع عدد الاصوات. فبالتالي بما انه البلوكات الكبيره بهذا البلد وبكل الدوائر مسيطر عليها احزاب السلطه، الاوراق البيض
تفيد احزاب السلطه. بتعلي الحاصل بتعلي عدد الاصوات، فبالتالي الحاصل بيعلى معه وبصير مجموعات الثوره المعارضه صعب انه تخرب. فما حابب ينتخب هو افضل ما ينتخب، اوكي، من ما انه يحط ورقه بيضاء. طيب بس افضل كمان اللي ما بده ينتخب يقوم ينتخب المعارضه. طب ما في ناس هن مسببين او مباشر او غير مباشر اللي وصلنا له اليوم. طب ظلم كمان بحق هذا المواطن وعائلته واصحابه وعائلته الكبيره واللي حواليه انه ما يحاسب اللي وصلوا لهون ويقول انه ما في خيارات اخرى. نحن عم نتعب كثير لنحط الخيار الاخر. فبهالمعنى بتمنى لكل الشخصين من ضيعتي اللي قالوا نحن ما رح ننتخب او ما بقينا كيف توصلون بدنا يعني. نحاول عم نحاول نوصل لهم بالطرق التقليديه وغير التقليديه. غير التقليديه يعني عم نستعمل قد ما فينا سوشيال ميديا والميديا والظهور الاعلامي لنوصل هالرساله تبعنا. والتقليديه بمعنى انه نحن عم ندق على البواب وعم ننزل على الطريق جراس روت موفمنت تماما وجراس روت بيهافير. بنوزع فلايرز، بنحكي مع الناس، بنسألهم أسئلة، بيسألونا أسئلة، نسمع أوجاع الناس، نعرف كيف كمان نطور برامجنا. برامجنا مش منزلة، في كمان بده يصير في انتراكشن، طريق تقاطع وحكي وكلام وأخذ وعطى مع الناس. هذه فكرة أسس وشمالنا كمان. فالناس يلي وهذا معمم إذا بدك أو نداء لكل الناس إنه حرام بعد كل اللي صار ما يعطوا فرصة للمعارضة. عن جد حرام. واضحة اللعبة، 30 سنة واضح مين كان مشارك، اوكي، وواضح كان مين ما كان مشارك وبينعطوا فرصة. والنتيجة واضحة يعني. والنتيجة واضحة انه انهيار كامل. ما رح نعددهم هلا، نحكوا اكيد نشوفك دبس العالم اكثر من دبسين ما عشان تختفي هنالك ومؤسسات الدولة انهارت. فبالتالي امتى بيصير وضع اكثر كيوتيك واكثر يعني بيصير تحول لبنان لغابة حرفيا، بالمعنى انه الاقوى بياكل الاضعف. بيستاهل الناس يعملوا افار 15 شهر يطلعوا من ينطفوا من موضوع انه الحزن والقرف من الوضع ومن مشاغلهم وزعلهم ويطلعوا يعطوا فرصه للي لانه في نتائج ملموسه. نحن ما جينا عم ننزع انتخابات بوضع صحي عم نقول انه مثلا اليمين احسن من اليسار او الخضر احسن من اليسار بفرنسا او اوروبا عم نستغل انتخابات. نحن عم نقول في ناس مسببه لهذا الانهيار وفي ناس عم تقول في حل وفي امل. اعطوهم فرصه لهول الشباب والصبايا يقدروا يوصلوا لا يخابطوا من جوا، يلا يعملوا اشتباك سياسي مع منظومه الحكم من داخل المؤسسات مش من برا، من داخل المجلس النيابي. اعطوهم فرصه، بيستاهلوا هالفرصه. وبالنسبه لك يعني طبعا هلا بنرجع بنشوف شو ما كانت هالانتخابات الاستحقاق بحد ذاته بالمعادله الاقليميه، يعني هل في وزن للعالم هالقد يعني محمسة على الموضوع انه اذا النتائج بتأثر مثل مثلا بالعراق بتعطي توجه للاعبين الاقليميين اللي بالبلد؟ يعني انا هيك بنعرف مروان انه التاريخ السياسي تبع البلد من وقت انشائه لليوم كان مرتبط بصراعات المنطقة من اول نهار، والقسموا اللبنانيين على اساس اوكي مع القضية الفلسطينيين انقسموا، مع عبد الناصر انقسموا، مع 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 روس الفلسطيني انقسموا، مع النظام السوري انقسموا، والى ما هنالك محل في بغداد ب 58 انقسموا، وب 43 حتى بين شهر الخوري ورياض صلح كانت رح تفرط على لحظه هذه الناس ما كثير بتعرفها. فبالتالي كل بسبب صراعات المنطقه، كل صراعات المنطقه اخذت دور بلبنان، لانه لبنان فكرته يعني وتكوينه من العشرين هو قايم على على تراقي هيك يعني محل الجماعات الطائفية والمذهبية اللي بتنبدأ تتعايش مع بعضها بنظام انه نظام بيعطي حصص للطوائف، يعني الرئيس لازم يكون هيك، هاي الطائفة بيطلع لها العدد الى ما هنالك ونقلوها على المدراء العامين وظائف الدولة، وانه فكرة انه الدولة مكان بتمثل فيه الطوائف ومش المواطنين، وفي فرق كتير كبير بين الاثنين. هيدا الشيء الغرب والصراعات المنطقة اللي عم بدور فيه. طبعا اليوم اللي عم يصير بالمنطقة من كان بسوريا ولا بالعراق ولا باليمن حتى عم يصير بالخليج انه عم فيش مشهد سياسي جديد. اوكي هذا المشهد السياسي الجديد لما نرجع نحن كلبنانيين ناخذ طرف او مع او ضد، نحن عم نقول انه فكره هذا البلد صار وقت يرتاح شوي من صراعات المنطقه. لبنان مروان جزء اساسي من تاسيس جامعه الدول العربيه وجزء اساسي
من تأسيس الأمم المتحدة. واليوم لبنان معزول عربيا ودوليا. نحن شغلتنا نقول إنه هذا لابد من موقف بالسياسة الخارجية هذا البلد يتنفس فيه، يقعد شوي على الحياد، بيستاهل هذا البلد صار وقت يتنفس وما بقى يتورط بمشاريع أكبر من حجمه ليقدر يرجع يبني حاله. لبنان شو بتمشي الجامعة العربية ما راح يخالفها، هو جزء مؤسس فيها، بس ما بقى يقدر يروح لمحلات بعيدة موقف حكومات مع هذا الطرف أو ذاك الطرف على حساب اللبنانيين. في مسؤولية بموضوع السياسة الخارجية، مسؤولية كتير هائلة لأنه عندها انعكاساتها على الداخل اللبناني. والحصار على لبنان جزء بشكل أو بآخر مش بس الطبقة السياسية الفاسدة والمجرمة مسؤولة عنه، كمان البوزيشنينج تبع لبنان بصراعات المنطقة مسؤول بشكل أو بآخر. نحن عم نقول إنه صار وقت نفكر بطريقة حياد إيجابي ليرجع الاقتصاد اللبناني لطقتنا نفسه، لنرجع نفكر بعقد اجتماعي جديد بس يجي وقت الموضوع، وهلا مش وقت الموضوع، ونرجع نفكر بنظام سياسي جديد كمان هلا مش وقته، بنرجع نحكي فيه بهدوء برواقة طاولة مع ندور سياسي كتير كبير. مشان هيك دائما بقول إنه نحن بحاجة مروان لنواب بيعرفوا تاريخ البلد وبيعرفوا التخيط بالسياسة الشعبية بالبلد وبيعرفوا الانتروبولوجيا تبع البلد وبيعرفوا الحساسيات تبع البلد ليقدروا بس يحكوا بشيء يعرفوا عشان يحكوا من وين جايين التجارب تبعهم. ما بيكفي يكونوا بس ريفورمست اصلاحيين بمعنى انه مراقبه وتشريع، هو شيء كتير مهم لانه عندك مئات من المشاريع القوانين بدها او ان تنتجها او ترجع ترقبها او تطرح فيها الثقه او تاخذها على المجلس الدستوري بنعمل فيهم جريده دجا بيكون تماما، بس بدنا كمان نواب لانه لابد شعوري انه دور لبنان واي لبنان نريد رح يكون على الطاولة قريبا. فبالتالي بدك نواب جدد كمان بس يقعدوا على الطاولة، لأنه شو الانتخابات بدنا نقعد على الطاولة بس يجي رئيس أجنبي يقعد مع 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 التشكيلات السياسية بالبلد ما نكون موجودين على الطاولة. الغرب شو عم يفعل؟ فهذا شيء مهم، هذا شيء مهم. يعني الفكرة إذا انكسرت الأكترية الحاكمة اليوم بيعطي دور، بينعطى دور للمجموعات التغييرية أكثر لتكون على الطاولة، وإذا ما انكسرت مشان هيك نحن عم نشوف شو حيصير فينا أكثر من هيك. وأنا قلت شيء من فترة إنه انتخابات النيابية مروان عندها دور إنه بتأثر على انتخابات الرئاسية بأكتوبر. أكيد. يعني إذا نحن فتنا بعشرة نلعب دور هل أتحجم انتخابات الرئاسية، إذا فتنا بعشرين وثلاثين وأربعين صار في كلام آخر. أوكي. طيب. إن كان بأول دورة لانتخاب الرئيس ولا نوعية الرئيس ولا ممكن يصير في شد حبال بدنا رئيس آخر شيء. نحن بنتمنى رئيس بيشبهنا، مش بس قوى التغيير، مش رئيس من 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 القوى التقليدية ومن المنظومة طبعا. فاللبنانيين لازم يعرفوا انه عم يصوتوا مرتين بالمعنى للنيابة وللرئاسة. كل ما بيكبر حجم النواب التغييريين بقلب مجلس النيابة كل ما دورنا بالتأثير والإنفلونس مباشرة على مين يكون رئيس لبنان بأكتوبر 2022 بيكون أكبر. هيدي أهمية كمان انتخابات النيابية، لأنه نحن نعرف إذا قدرنا على عم نحكي بالسياسة أكيد، إذا قدرنا وصل، إذا كنا بس كمان بدنا ننتبه من خيبة الأمل إذا ما طبعًا وصلنا طبعا إيه يعني هيدا وهيدا الشيء كل واحد منا بيكون طبعا، وهذا الشيء لازم يكون على الطاولة ويكون واضحين مع بعض إنه إذا ما ربحنا نكون متصالحين. أنت كنت مرشح فترة وبتعرف وأنا هلا مرشح وبعرف إنه كل شيء ممكن ما نعمل أبدا منيح بكل الدوائر، ممكن نعمل كتير منيح بكل الدوائر. بالحالتين بدنا نكون جاهزين نعمل كامباك، حتى لو ربحنا بدنا نعمل كامباك بالسياسة. أوكي. بدنا استكمال، وإذا خسرنا بدنا نقول إنه أوكي بدنا نشوف كيف بدنا نكمل بهالبلد إذا قررنا نكمل بهالبلد. بالحالتين في إفور، في مجهود كبير بالسياسة، كيف واحد يجي يلتقط النفس ليرجع يبادر بالسياسة. ما رح تكون هينة أكيد مرة. لا أكيد إذا خسارة كانت مدوية على أمل إنه ما تكون مدوية، وأنا أنا أنا شعوري ما رح تكون يعني خسارة، بس إنه إيه وردة. على كل حال دائما اللي عم نقوله إنه هذا مسار طويل، مسار تراكمي، يعني كل القصة مش بهذا الاستحقاق كتير مهم ومتفقين وفسرت لنا كيف، بس المسار تراكمي وطويل، وبينطرح السؤال على مثلا إمكانية الائتلافات اللي عم تتشكل، مثلا ائتلاف شمالنا اللي عم بيجمع كذا حزب، مثلا كيف يكفي من بعد الاستحقاق، أو إذا صار نجاح يعني ممكن نشوف ائتلاف جديد من النواب عم بيطرحوا مشاريع موحدة مطابقة. أنا برأيي اللبنانيين ناطرين من نواب المعارضة والقوى التغييرية أنه ينجوا بالمجلس النيابي، وأنا هيك بنعرف أنه بالمجلس النيابي بدك تحالفات جوا لتمرر هالقانون أو تعارض هالقانون. فبالتالي هيدا شيء، والانتخابات والتحالفات بالانتخابات شيء تاني. الديمقراطية مروان والديمقراطية البرلمانية تحديدا نحن بنعرف، لأنه أنا متابعين كتير الحياة السياسية بفرنسا، طيب. وأنا شوي أكتر بريطانيا حبي حكي من أشتوني،
ما بيصير شيء بالبرلمان الا بالتقاطع وبالتعاون مع نواب من كتل تاني. فبالتالي هذا شيء له علاقه بالنضوج بالسياسي كمان، لانه اللبنانيين ناطرين منا ننتج، اوكي ما ناطرين منا نعمل مشاكل. بدنا نعمل مشاكل لما يكون في شيء كبير، بدنا نعمل مشاكل وكثير مشاكل، بس ناطرين منا ننتج ونعمل مش بس نحكي. طيب الانتخابات والتحالفات طبعا شيء اخر تماما له علاقه بالمصداقيه السياسيه طبعا الى ما هنالك من اشياء تماما. بس انه اللي بدي اقوله انه الفرصة بهالانتخابات قد لا تتكرر، قد لا تتكرر حتى مع هيك قانون، حتى مع هيك قانون اللي هو قانون بعيد الناس لهيدي الرئيسية انه بقلب تضيع عيال وقلب المدن طوايف وهيك معرف وكتير اشياء. فبالتالي واللي هو فيوجن بين النسبة والأكترة مخيط عقياس اللي عملوا القانون أكيد. حتى بالدائرة طبعا انت نزل فيها فكرة البترون شو عم تعمل مثلا جغرافيا مثلا مثلا غريبة شوية طبعا. فالناس عندها فرصة انه بهالقانون السيء اوكي انه تودي ناس. في شيء اسمه نسبي، يعني اذا اللائحة بتجيب حاصل بتقدر تودي ناس. لازم الناس توعى لانه هذه الفرصة مش كل يوم رح تتكرر ومش كل يوم رح تصير. فما بعرف انه شعوري فيه تجاوب، شعوري انه الناس بدها تحاسب، شعوري الناس بلشت تقتنع انه هنالك خيارات اخرى. لنشوف شو بيصير لنا لوقتها. ب 2018 الحاصل عندكم كان 11500 صوت تقريبا صحيح. هلا طبعا انتم عم تشتغلوا داتا وبلشتوا من البرايمريز تجمعوا هيك في يعني في توجهات في 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 هيك شغل بالعلمي بالعمالي على الارقام. ايه طبعا في صار في داتا سنتر وكول سنتر بشمالنا إدارة المركزية تبع الحملة، ونعمل تقريبا شي 6000 تليفون random selection process methodology. وواضح انه شمالنا الحاصل معي واضح من الأرقام اكيد. هلا نهار الانتخاب شو بصير شو بصير طبعا. انا شعوري مروان انه حجيب اكثر من حاصل هذا شعوري. ولما بقول هيك بتحمل مسؤولية لانه انا اساس بالجامعه ما في اقول شيء مش انه بس تشجيعي. شعوري انه في اقبال كثير على شمالنا وفي بهالدائره وفي ناس بدها تغير حقيقه. هلا قد ايه بتغير وحجم التغيير واضح في هيك تعاطف معنا اوكي. نحن شغلتنا نكبر ونوسع ونحكي اكثر مع الناس وتحمسوا اللي ما بدهم يصوتوا ونحمس اللي بده يتحمس يطلع من بيته نهار الاحد 15 ايار وينتخب بقوه لشمالنا بهالديرة عم بحكي. لأنه شمالنا هو المحل الوحيد يلي هالناس عم تلاقي حالها. شمالنا منه ايديولوجيا مسكرة. في ناس كانوا بمقارب سياسية مختلفة بمحلات سياسية مختلفة. في ناس تركت من كتير زمان، في ناس تركت بالثورة، في ناس تركت بعد الثورة. شمالنا هو المحل الطبيعي لأنهم كمان. شمالنا ما بتعمل فحص دم مروان للناس وين كانت. شمالنا عم تقول للناس اطلعوا من مطرح ما انتوا لنروح نحن كلنا مع بعضنا ايد بايد نبني دولة. هذه اللي زيت شمالنا وقوة شمالنا بهالمعنى. عم تكسر هذه الحواجز النفسية بين الناس، عم تكسر الحواجز تبع فحص الدم انه فلان كان بهذا الحزب وفلان كان بهذا. عم تقول لا تعالوا نحكي كلنا مع بعضنا سوا من تحت لفوق اللي هو احد شعارات الحملة. من تحت لفوق يعني مع بعضنا، ما في شيء منزل، ما في قيادات بالمعنى التقليدي للكلمة. في ناس بتحمل مسؤولية واكيد، بس في ناس بتشارك بالسياسات وبصنع القرار ولا دور فيه. نوع من ديمقراطية تشاركية بس واسعة ومدوزنة ولا معنى وهيك مع عقل راجح، بمعنى انه بتفصل لما لازم تفصل وبتحزن لما لازم تحزن. فبالتالي هيدي هي شمالنا، فكرة شمالنا اكتر practice of politics اذا جاز التعبير بالانجليزي، كيف بتتمارس السياسة على طريقتنا بهالديرة بالطريقة الافضل. يعني هون اهمية شمالنا. تعوا عملوا للناس، تعوا مطرح ما انتم تعوا نحكي سياسه، شمالنا تعوا نحكي سياسه وتعوا نشتغل سوا سياسه. وشمالنا ما بتعمل فحص دم لمين ما كان بتعير الناس كذا كذا، لانه كل اللبنانيين بلا استثناء كانوا في مكان ما بوقت معين. فبالتالي كمان بيحق لهم هاللبنانيين يعملوا مراجعه. ما بيعمل مراجعه بالسياسه مروان هيك نعرف هالشيء، هو حدا ما حابب يطور حاله. العقل والكريتيكال انكواري مايند تبع الناس هو انه نطور حالنا، نسال اسئله، لانه ما حدا عنده اجوبه خاصه على كل الاسئله الكبيره. وهذه اهميه السياسه، جيرانس اداره التنوع بالمجتمع. هذا عم نحاول نقوله نحن كمان في مكاننا بشمالنا مع وضوح كثير بالسياسه.
يعني على أمل تنجح توقعاتكم فعلا، وعلى الحال تضلكم بهيدي الفكرة أنه عم ترسوا نهج جديد بالتعاطي مع السياسة بلبنان. نحن نتمنى لكم التوفيق وعلى أمل نشوفكم بالندوة البرلمانية. شكرا كتير مروان على الدعوة، أنا هون بحس حالي ببيتي أنت بتعرف. أهلا فيك، وكتير استمتعت باللقاء. في أشياء صار زمان ما أحكيها ما حكيها وحبيت أرجع أحكيها، وهذه كانت فرصة. وعلى أمل أنه الناس انتخبنا بشمال ثلاثة وتنتخب كوات تغيير بباقي الدوائر، وعلى أمل أنه الليلة باقي الدوائر تكون تقدر توحد حالة بلوائح موحدة بالدوائر، لأنه الناس ما بتحمل خفة سياسية. وهيدا الناخب مروان يلي حابب يعطي كوات تغيير إذا شاف في تشرزم أو مش لح ينتخب أو لح يعمل شيء تمكتين أسوأ، يلي هو سانكشن على السانكشن سانكشن على السانكشن أو ينتخب أفضل من مين ما عنده الكواسطة. فبالتالي لا، في مسؤولية تاريخية، حرام نضيع الفرصة على اللبنانيين. خلينا نطلب بمشهد موحد على الناس بمفهوم سياسي موحد، بكيف بدنا نفوت على البرلمان، كيف بدنا نسعيد الدولة والسياسة على طريق استعادة كرامة المواطن. وشكرا مروان. دكتور ميشيل، thank you very much.